أهلا بكم، حلقة جديدة من حلقات بالورقة والقلم، لكن هذه المرة من العاصمة الفرنسية باريس، وبنتابع تبعات وفعاليات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية، ولقائه اليوم الهام مع الرئيس الفرنسي ماكرون، وهذا المؤتمر الصحفي الذي كان بمثابة إعادة لرسم الأوضاع ورسم الخريطة في العلاقات بين الجانبين. كان الرئيس ماكرون بيتحدث عندما سئل عن حقوق الإنسان كما يقال في بعض المنظمات أو من بعض المنظمات، قال عبارة سوف نقف عندها كثيرا خلال الفترة القادمة، حينما قال الرئيس السيسي أعلم بظروف بلاده وكفانا دروسا للآخرين. عبارة بسيطة بكلمات محددة، الرئيس السيسي أعلم وأخبر وأدرى بظروف بلاده وكفانا، بيتحدث للشعب الفرنسي ويتحدث أيضا للزعماء في أوروبا، كفانا دروسا للآخرين. وأضاف أدرك أن الظروف الصعبة التي يعمل من خلالها وبها وفيها الرئيس السيسي بتداعيات أمنية ومشاكل أمنية وعدم استقرار ومكافحة ومحاربة حقيقية للإرهاب، وظروف اقتصادية صعبة وخانقة وبتضيق على الدولة في أن تتحرك في المسار الاقتصادي. تحدث الرئيس ماكرون وأوضح أنه بيعلم وبيعي وبيقف على حدود الظروف التي يعمل بها وفيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذلك بيقول للناس، عايز يقول للمجتمعين من رجال الصحافة والإعلام والميديا المتواجدين في المؤتمر الصحفي، وأيضا رسالة إلى الخارج، ليس للقاعة والمتواجدين في القاعة، وإنما كانت رسالة الرئيس ماكرون ربما للزعماء في أوروبا وبعض هؤلاء الزعامات التي تقاوم الإرهاب ظاهريا وربما بتنام وترتمي في أحضانه في أحوال أخرى. بيتحدث بشكل واضح إنه الظروف الصعبة والظروف غير المسبوقة اللي بيعمل فيها الرئيس السيسي ربما لا يعلمها الكثيرون، وبيختتم هذه العبارة بأنه كل رئيس أو كل مسؤول أعلم بدولته وأعلم ببلاده، مش كده وبس، بيقول أنا عارف أنه الرئيس السيسي عنده ظروف كذا وكذا وكذا وكذا، فلازم نقيم الموقف في هذا الإطار. تقييم الموقف لمصر سواء حقوق الإنسان أو حقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو المسارات الأخرى، سواء المسار الاقتصادي أو المسار السياحي أو الاستثماري أو خلافه، لابد أنك تدرسه بشكل باكج على بعضه، لأنه لا يمكن أن ينفصل هذا عن ذاك. كانت رسالة واضحة وقوية وجديدة. اليوم أنا في تقديري ونحن في القاعة أمام الرئيسين وهم بيتحدثوا بهذا الشكل وبهذه الصراحة وبهذا الوضوح، تطابق، كلمة تطابق ربما كلمة يعني لا تؤدي إلى نفس المفهوم لدى الجميع، لكن حقيقة الأمر أنا أعيها تماما، أن هناك تطابقا في وجهات النظر بين الجانب الفرنسي والجانب المصري، بين الزعامة في كل من مصر وفرنسا، وأنا أرمق من بعيد وربما يعني أتمنى ألا أكون مخطئا، أن هذا الرجل الذي يجلس على مقر الحكم في فرنسا ربما بيعيد مجد ما، مجد زائل، ربما بيعيد قصة فرنسية جديدة، ربما بيعيد لا أدري، يعني اليوم ربما كانت رائحة نابليون بتغطي الأجواء أو أنا أشتمها من بعيد، بينظر نظرة لا أريد أن أقول توسعية ولكن نظرة استراتيجية مختلفة ومغيرة. كان الرئيس السابق أولاند والرئيس ساركوزي والرئيس ميترا كان بيدير وبصداقة مع مصر، لكن نظرة بعيدة بشكل يعني يدعو إلى التأمل ويدعو إلى دراسة الموقف. بينظر الرجل إلى المنطقة، الإقليم، سواء منطقة المتوسط ومنطقة شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط برمتها بشكل مختلف. هناك علاقات فرنسية شرق أوسطية، هناك علاقات فرنسية عربية، هناك علاقات فرنسية إسلامية، هناك علاقات فرنسية مع دول المتوسط. في كل الأحوال بينظر نظرة كلية من أعلى نقطة في المشهد، بيرى إنه هناك معركة كبيرة، معركة كونية، معركة ربما العالم كله بيتحدث عنها والعالم كله بيحاول أن يدلي بدلوه في مسألة الإرهاب والحرب على الإرهاب، وبيعلن أن كل الناس ضد الإرهاب،
كل الزعماء وكل دول العالم حتى الإرهابيين بيعلنوا أنهم ضد الإرهاب، حتى الزعماء والدول التي تدعم الإرهاب بتعلن بكل وضوح أنها ضد الإرهاب. الرئيس ماكرون والرئيس عبد الفتاح السيسي في تطابق في تعريف معنى الإرهاب. من هو الإرهابي؟ ما هو الإرهاب؟ من يكون إرهابي؟ الفعل الإرهابي؟ العمل الإرهابي؟ ومن ثم الجماعات الإرهابية. وأنا يعني أدعو، وكان هذا الأمر ربما هذا توقيته، بندعو الجانب الفرنسي بشكل واضح إلى أنه يعتمد ويعترف ويقر بأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وكل ما ينبثق منها جماعات إرهابية، ولا يمكن أن نغض الطرف عن ممارسات هذه الجماعة بشكل يبدو أمام الأوروبيين شكل راقي من الناحية السياسية، لكن في حقيقته بيدعو إلى العنف، بيساند العنف، متورط في أكثر من قضية. أنا أرى أنه ما جرى اليوم في قصر الإليزيه بيؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات المصرية الفرنسية، بيؤسس لمرحلة مختلفة مغيرة. ربما في الزيارات السابقة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح كان يريد أن يوصل للفرنسيين حقيقة الأوضاع في مصر، حقيقة ما جرى وما يجري في مصر، لكن هذه المرة الوضع مختلف بشكل جذري. الرئيس اليوم بيشعر أن لديه وطن ولديه دولة، ولديه دولة بشكل واضح خطت وحفرت طريقها في المنطقة بتناول وإدارة ملفات إقليمية كانت ملفات ضائعة. وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل يمثل نوع من الثقة بالنفس، الثبات، الصراحة، الصرامة أيضا في الرد، والتوفيق الشديد في كل ما قاله. وكان سؤال بيتم توجيهه للرئيس ماكرون فيما يخص حقوق الإنسان، فبيبدأ يتدخل الرئيس السيسي بنفسه يقول بشكل واضح يعني هذا السؤال أنا معني بالإجابة عليه، يجب أن أسأل على هذا السؤال وأنا أجيب. الرئيس تحدث بشكل كان يعني ربما بيضع نقاط مبعثرة على حروف أيضا كانت مبعثرة ومرتبكة إلى حد كبير. أنا مسؤول عن 100 مليون، أنا أدير بلد محاطة بحزمة من التحديات الداخلية والخارجية، أنا أعلم ما يدور داخل بلدي، أنا أبني بلد. فبالتالي من يتحدث عن الحقوق السياسية عليه ألا ينسى أن هناك حقوقا اقتصادية واجتماعية، حقوق في التعليم، حقوق في الصحة، حقوق في السكن. الرئيس كان بيرسي مبادئ وبيضع أسس جديدة وبيتحدث بالحجة التي يفهمها الغرب، وكان رد الرئيس ماكرون واضح. لكن تعالوا نروح نشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي رد بوضوح، وهذه العبارة يجب أن يهتم بها الإعلام المصري بشكل مباشر ومكثف، لأنها بتمثل خارطة طريق، بتمثل رد نموذجي وإجابة نموذجية على كل من يسأل عن حقوق الإنسان. أسئلة كثيرة في الوسط الأوروبي، في الإعلام الأوروبي والإعلام الفرنسي، عن حقوق الإنسان الضائعة في دولة زي مصر، بيتكلموا عن حقوق الإنسان مهدرة في دولة زي مصر، وأسئلة كثيرة، أسئلة ربما موجهة وأسئلة مؤجرة ومأجورة. أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إجابة نموذجية. تعالوا نروح نشوف الإجابة ونرجع تاني. نحن في مصر في منطقة مضطربة جدا، ولهذا الاضطراب كاد أن ينهي على هذه المنطقة ويحولها إلى بؤرة لتصدير الإرهاب والتطرف والفوضى في العالم كله، وده يمس أمن المنطقة وأمن أوروبا كمان وأمن العالم لو كناش ناخد بالنا. النقطة التانية لازم تكونوا يعني تاخدوها مننا إحنا كمصريين وكرئيس للدولة المصرية، أنا حريص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة في مصر. ده أمر، دي إرادة سياسية، وبالمناسبة لازم تكونوا عارفين أن الشعب المصري لن يقبل أن يكون في أي شكل من أشكال الممارسة العنيفة أو الدكتاتورية أو عدم الاحترام لحقوق الإنسان. ولكن خلي بالك أنا مسؤول عن 100 مليون مواطن مصري. أهم ما أورده وذكره الرئيس ماكرون اليوم، وأرجو أيضا أن ننتبه، لأنه هذا الرجل الذي أسلفت أنه أراه سيكون يعني حكاية فرنسية جديدة في المحيط العالمي، وليس فقط في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، وإنما سيكون له دور في السياسة الدولية والرسمية، لأنه تحدث حديث غاية في الأهمية والخطورة
وعلينا ننتبه إلى هذه الأحاديث بالبحث والتحليل خاصة في مراكز البحوث الخاصة بها. بيقول الرئيس ماكرون حريص على سيادة الدول، كلام كل الناس بتقوله، ولا أقبل أن يعطيني أي رئيس دروسا في إدارة بلدي. كلام واضح، حريص على سيادة الدول، ولا أقبل عن نفسي أن أي رئيس يعطيني دروس في إدارة بلدي. فكرة الوصاية الدولية من دولة على دولة فكرة مرفوضة على لسان الرئيس الفرنسي، أنه أنا أحترم سيادة الدول، وبالتالي لا أقبل كرئيس لدولة فرنسا أن يعطيني أي رئيس دروس أو عبر أو عظات أو تعليمات لإدارة بلدي. هذا الكلام بينسحب بشكل محدد على بعض الدول، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تتدخل دوما في شؤون الدول الأخرى من خلال خطابات للخارجية، البيت الأبيض، منظمات مجتمع مدني، يتدخل في شؤون الدول الأخرى من خلال تقارير منظمات حقوق إنسان، تقارير من هنا ومن هناك. الرئيس الفرنسي بينحاز إلى الدولة الوطنية واستقلال الدولة الوطنية من خلال هذه العبارة التي سوف نقف عندها طويلا خلال الفترة الماضية. حريص بعدها للمرة الثالثة على سيادة الدول، ولا أقبل أن يعطيني أي رئيس دروسا في إدارة بلدي، ولا أعطي دروسا للآخرين. ده كلام واضح جدا. وانظروا، بيقول للمجتمعين وبيقول اللي بره، مش الكلام مش للي موجودين في الغرفة، وإنما الكلام موجه لآخرين كانوا في سدة السلطة، موجه لآخرين كانوا رؤساء دول ورؤساء فرنسا. بيقول انظروا ما آلت إليه الأوضاع في كل من العراق وليبيا وسوريا. اللي بيتكلم على التدخل في الدول الأخرى وهو مش شايف ما يدور، مش شايف ما يجري عليه، ينظر ما آلت إليه، ما انتهت إليه الأوضاع في ليبيا وفي العراق. الكلام كان موجه في تقديري لأولاند، لساركوزي تحديدا، لأنه بيقول إحنا ادينا دروس خارج السياق، بيتحدث عن دروس خرجت من هنا من قصر الإليزي خارج السياق. بيقصد الرئيس السابق أو الأسبق ساركوزي حينما خاض هذه الجريمة الموجهة ضد الشعب الليبي لما يسمى بالربيع العربي وإزاحة معمر القذافي، وها هي الأوضاع التي آلت إليها في ليبيا. سؤال كاد أن يطرح نفسه في هذا الحوار، هل هذه الإجراءات التي قامت بها الدول الأوروبية ممثلة في حلف الناتو لعزل القذافي من ناحية وتأديب صدام وإخراجه من ناحية أخرى، بيتحدث وبيربط ما يربط ويستنتج ما يجب أن يستنتج في أن العلاقات الدولية بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام، عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، عدم الوصاية وفرض الوصاية على الدول من خلال ما يسمى بسطوة القوة. أنا أتصور أن هذا الحديث بهذا العمق وبهذا الفهم وبهذا الوضوح وبهذه الصراحة وبهذه المصداقية بتؤطر لوضع جديد. هذا الوضع الجديد، لا أريد أن أستبق الأحداث، أنا أستشرف المستقبل، أحاول أن أستشرف المستقبل والمستقبل قريب من خلال هذه العلاقات المتنامية والعلاقات المستقرة والعلاقات الصارمة إنجاز التعبير بين القاهرة وباريس من ناحية، وبين القاهرة ومعظم العواصم التي تحارب الإرهاب حربا حقيقية وليس حربا صورية. الرئيس السيسي في اجتماع الرياض الذي جمع الولايات المتحدة الأمريكية وأصدقائها العرب والمسلمين، القمة ما أصطلع على تسميته بالقمة الأمريكية الإسلامية، أوضح بما لا يدع مجالا للشك إنه الإرهاب بيمول وبيدار وبينظم وبيؤطر من خلال دول وجماعات ومنظمات وأجهزة استخبارات. تحدث على أنه من يقدم الملاذ الآمن والولاية الإعلامية والإعلانية هو إرهابي أيضا. هل يتفق زعماء العالم على تعريف محدد للإرهاب؟ ربما من واقع ومن رحم هذا اللقاء اللي تم اليوم بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ربما بتقودنا إلى تعريف موحد للإرهاب، ربما أيضا
المواجهة القانونية للإرهاب تبدأ من تعريف واضح ومحدد ومتفق عليه، وتعريف بيسع الحقيقة، تعريف لا يجافي الحقيقة، تعريف يخرج من رحم الحقيقة أيضا، بيقول إن الإرهاب ليس الإرهابي هو من يقتل أو يفجر نفسه، الإرهاب يبدأ من تصدير الفكر، الإرهاب يبدأ من تصدير الفكر والأفكار واحتواء هذه الأفكار، الإرهاب يبدأ من التمويل، الإرهاب يبدأ من النشر، الإرهاب يبدأ من الوصاية الإعلامية الموجودة. الرئيس تحدث بشكل لم يؤدي إلا إلى مزيد من الثقة والصدق في الحضور وفي كل من يعي، لكن ما يؤسف ونحن نتحدث لنؤطر ونؤسس لعلاقات قوية ومتينة خلال المرحلة القادمة، يعني الصحافة الفرنسية. الصحافة الفرنسية كانت بمثابة حلقة مفقودة. الصحافة الفرنسية بتحتاج منا إلى عمل، وأنا بدعو من خلال هذا البرنامج وعلى الهواء الدكتور ضياء رشوان، وإنه من خلال الهيئة العامة للاستعلامات وصحيفة الأهرام أيضا ومكتبها اللي تم إغلاقه في باريس والمجموعة الدبلوماسية والخارجية، أنا أرى أن هناك حلقة مفقودة في التواصل مع الصحافة الفرنسية. ما قامت به النهاردة وكتبته الصحف الفرنسية، صحيفة لوموند وصحيفة ليبراسيون وصحيفة لوفي جارو، والصحف الفرنسية كانت اليوم بموضوعاتها ومقالاتها بتثير الشك، وبتثير أيضا أن هناك أصابع بتعبث وبتدير هذه الصحف. أنا لا أريد أن يعني أقود، لا أريد أن أقود نظرية المؤامرة، لكن قولا واحدا ودون شك، هناك أصابع قطرية بتعبث في الصحافة العالمية، هناك مقالات مدفوعة الأجر، هناك صحفيين على علاقة بالقطريين، هناك صحف، هناك إعلانات، هناك دعاية ربما مقصود منها أن تتزامن هذه المقالات والموضوعات مع وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس. ربما الضغط الذي مارسته صحيفة زي صحيفة لوموند الفرنسية على وزير الخارجية الذي أيد الرئيس السيسي وأيد الدولة المصرية، الصحيفة شنت حملة اليوم على وزير الخارجية الفرنسي الفرنسي وليس المصري لتأييده للمسيرة والمسار في مصر. شيء كان غريب وشيء مؤلم وشيء مزعج، لكن في النهاية نجحت قطر ونجح أتباع الإخوان في أن يخترقوا، وده كلام ليس كلاما بيسوق على سبيل الكناية أو الاستعارة أو المجاز أو التشبيه، وإنما هذه حقائق خبرية. قطر بتعبث وبتتدخل بالأموال وبالولاية وبالوصاية يعني لا أريد أن أفتح ملفات لا يجب فتحها الآن، لكن سوف يأتي يوم نفتح هذه الملفات. قطر بتعبث وبتتدخل، لوموند تهاجم وزير خارجية فرنسا، تهاجم وتفتح ملف للهجوم الشرس والشديد على الرجل، لا لشيء إلا لأنه بتقول له أنت ليه بتؤيد نظام السيسي؟ ليه بتؤيد الإدارة المصرية؟ ليه بتؤيد الدولة المصرية؟ المفروض أنك تقف ضدهم علشان دول أعداء لحقوق الإنسان. يعني موضوع حقوق الإنسان أخذ أكتر من حقه وخد أكتر من حجمه، والإرهاب اللي مصر بتواجهه مفيش دولة في العالم، وأنا بأعلن هذا وفي أكثر من مكان وأكثر من مناسبة وعلى كل المستويات، الدولة الأصدق والأكثر صرامة ووضوح وموضوعية ومصداقية في الحرب على الإرهاب هي الدولة المصرية. وعلى فكرة الرئيس الفرنسي يعلم هذا جيدا، والرئيس الروسي أيضا يعلم هذا جيدا، لكن أن تقوم الصحف الفرنسية في متزامنة مع زيارة الرئيس السيسي إلى باريس ولقائه مع المسؤولين الفرنسيين بهذه الهجمة الشرسة على مصر، أعتقد أنه محتاجين وقفة ليها. لكن تعالوا نشوفوا الرئيس الفرنسي قال إيه على مصر، وقال إيه على محاربة مصر الإرهاب، وقال إيه على الظروف في مصر في معرض رده على سؤال نقيب الصحفيين المصريين عبد المحسن سلام. أول جبهة نواجهها معا هي
مكافحة الإرهاب. فمصر على غرار فرنسا تعرضت لهذه الآفة على مدار السنوات الماضية، وأحيي الدور الذي لعبته مصر، الذي لعبه فخامة الرئيس السيسي ولعبته القوات الأمنية المصرية في وجه هذه الآفة. وأمن مصر متصل مباشرة بأمن فرنسا، وأعرب لك عن تعزية الحارة للهجمة التي تعرضت لها القوات الأمنية في مصر قبل بضعة أيام، وهي تحارب الإرهابيين الذين يتواجدون في الأراضي المصرية. هذا النضال نقوده معا على مستوى المنطقة، وسوف نساعدكم فيه في الأراضي المصرية. لوموند لم تكن هي الصحيفة الوحيدة، وإنما كان هناك صحف زي صحيفة ليبراسيون بتتحدث بشكل سيء للغاية، بتقول شتاء شباب مصر. أنا بسأل، بقول لما صحيفة فرنسية ناطقة بالفرنسية بتكلم الفرنسيين اللي في فرنسا وفي الدول الفرنكوفونية تتحدث عن شتاء شباب مصر، هي الصحيفة دي عندها كم صحفي موجود في مصر؟ عندها اعتقد مراسل ممكن اثنين، عندها ممكن موجود مجموعه من الكتبه والكتاب الماجورين اللي بيكتبوا لحساب قطر وخلافه، يتحدثوا عن شتاء شباب مصر. كلمه وعباره. لا، انا بقول لصحيفه ليبراسيون للصحافه الفرنسيه، انتم مخطئون، انتم لا تعرفون حقيقه ما يجري في مصر، ولا تعرفون ولا تعلمون حقيقة ما يقوم به شباب مصر. شباب مصر لا، ليس اللعبة في أيدي الآخرين، إنما هو الذي يقود شباب مصر على مشارف مؤتمر منتدى عالمي للشباب كمنصة شبابية أو منصة رئاسية تم إتاحتها للشباب في كل دول العالم لأول مرة ربما في تاريخ مصر. شباب مصر يعاني من لا يصل إلى درجة الشتاء ولا الخريف. شباب مصر بيقبل التحدي، هو اللي بيقوم بالتحدي. الصحيفة الفرنسية عندما تكتب هذا الملف اليوم فهي بالتأكيد ليست بريئة. الصحافة الفرنسية ليست بريئة فيما تكتب عن مصر وعن شباب مصر وعن حقيقة الأوضاع في مصر. الرئيس السيسي النهاردة هو بيرد وبيتكلم قال بمنتهى الوضوح والقوة أيضا، اتفضلوا تعالوا شوفوا مصر، اتفضلوا تعالوا شوفوا إيه اللي بيحصل في مصر، اتفضلوا تعالوا شوفوا حقيقة الأوضاع في مصر. مصر دولة فيها حرية، مصر دولة فيها إصلاح اقتصادي حقيقي، مصر دولة فيها حالة بناء شامل في كل مؤسسات الدولة، سواء المؤسسات التي كادت أن تنهار بفعل فاعل خلال العقود الماضية، أو تلك المؤسسات الجديدة اللي الدولة بتقوم ببنائها وبتدشنها لإعادة بناء الدولة. الدولة بتبني نفسها من جديد. الرئيس بيتحدث لكل من يتحدث، كل من يتناول، كل من يتداول، كل من يشكك أن هناك مشكلة، وكأنها موضة، موضة حقوق الإنسان في مصر. كلما ذهبنا إلى مكان بيتحدث عن حقوق الإنسان في مصر. أنا كنت بأنقل من قصر الإليزيه رسالة للقناة منذ ساعات، وكان بجواري أحد المراسلين بيتحدث لقناة فرانس 24 بمنتهى الوضوح. يعني الرئيس السيسي كان أجرى حوار للقناة بالأمس وتحدثنا عنه ربما، يعني كان بيتحدث بلسان غريب، وأنا بتكلم على الهواء بشكل واضح، بيتحدث بيتناقل وبينقل وبيتساءل بكلام يسمم الأجواء بشكل واضح، يتحدث على أنه مصر فيها عملية اختفاء قسري وعملية قتل خارج إطار القانون، وبيتحدث على بيصف الرئيس السيسي برئيس شيلي. يعني أحاديث ليس لها علاقة بالواقع وليس لها علاقة بما يجري، لكن غياب، هناك حلقة مفقودة. أبحث معها بيني وبين نفسي، بيني وبينكم، بيني وبين زملائي، بيني وبين المسؤولين، هناك حلقة مفقودة في التواصل مع الصحافة الأجنبية. هذه الحلقة بتحتاج إلى ترميم، بتحتاج إلى تواصل، بتحتاج إلى اتصال، بتحتاج إلى إعادة بناء. في كل الأحوال لا يجب أن ننكر ولا يجب أن نختبئ وراء عبارات أخرى. الرئيس عندما يتحرك بيتكلم ويتحرك ويقف على أرض صلبة بأن وراءه دولة وراءه بناء وراءه قصة نجاح بدأت تؤتي ثمارها زي ما قال الرئيس ماكرون، لكن احنا كجماعة في الوسط الإعلامي
والوسط الصحفي وفي عالم الفضائيات والمعلومة ونقل المعلومة والخبر ونقل الخبر، هناك حلقة مفقودة في التواصل مع الصحافة الأجنبية، ولا يجب أن ننكر هذا، ولا يجب أن نضع رؤوسنا في الرمال. عندما تتفق ثلاثة أو أربع، تكتب ثلاثة أو أربع صحف فرنسية في نفس يوم زيارة الرئيس كلام له مضمون واحد وله معنى واحد قولا واحدا، ونحن مغمض الأعين بنتأكد أن وراءها شخص، وراءها جماعة، وراءها دولة، وراءها جهاز بيحاول أن يسمم الأجواء. عندما وقف مجموعة وحفنة من هؤلاء المأجورين، مأجورين بين قوسين مأجورين حقا، بيتحدثوا بشكل سخيف وبشكل مغلوط عن الحرية في مصر وحقوق الإنسان المهدرة في مصر والشباب العاطل في مصر، واقفين في قبالة قصر الإليزي بيتكلم، اللي عايز يتكلم يتكلم، لكن هل هؤلاء موجودين في مصر؟ هل هؤلاء بيقفوا على حقيقة ما يجري في مصر؟ دي أسئلة الرئيس النهاردة فتح الستارة، قال تعالوا اتفضلوا اتفضلوا شوفوا مصر، اتفضلوا تعالوا عندي في مصر، أهلا بيكم في مصر. الرئيس بيدعو الجميع، اللي عايز يسأل عن حقوق الإنسان يسألني، ده كان كلام جديد. اللي عايز الإجابات عندي، أنا ما بخافش من أي سؤال، ما لا أتردد في الإجابة عن أي سؤال. إحنا عندنا حقائق، ما عندناش حاجة نخبيها، ما عندناش حاجة نخاف منها أو عليها، إحنا ورقنا مكشوف، إحنا بنشتغل في النور، إحنا عندنا دولة مؤسسات، إحنا عندنا برلمان وعندنا دستور وعندنا صحافة وعندنا وسائل إعلام وعندنا مراسلين أجانب. لكن من لا يرى لن يرى، ومن لا يفهم لن يفهم، هذه قواعد منتهية، والقافلة تسير وكلاب الإخوان تنبح، القافلة تسير وكلاب قطر تنبح، بل القافلة تسير وأمير قطر ينبح. ما هو منطبع في ذهن المثقفين والباحثين، على فكرة مش المصريين بس، العرب والأجانب المتواجدين هنا في باريس، الجميع بيعلم بشكل واضح أن قطر ممارستها مفضوحة للجميع. ممارسات قطر في دعم الإرهاب حتى هنا داخل أوروبا، حتى هنا داخل العاصمة الفرنسية، الجميع على قناعة بأن قطر وأمير قطر أياديهم ملوثة بدماء الأبرياء ودعم الإرهاب، وقناة الجزيرة خير مثال على ذلك. لكن بقول إنه مش قناة الجزيرة بس، قناة الجزيرة معروف إن هي مرفوضة، وكل من يعمل بها على علاقة وثيقة وتنظيمية بالإخوان بشكل واضح ما في ذلك شك. لكن الغريب أن هناك بعض المنصات الإعلامية بتقوم قطر بشرائها أو تأجيرها لحساب الأفكار الإخوانية، الأفكار الإخوانية المعوجة، الأفكار الإخوانية المغلوطة. في كل الأحوال علينا أن ننتبه عندما ننطلق في رحلة وراء السيد الرئيس لتغطية إعلامية، نحن نريد أن نغير هذه الكلمة وهذا المفهوم. التغطية أصبحت تغطية بالفعل، وكأننا نضع غطاء على الحقيقة. أنا أريد أن نغير هذا المفهوم لكي يكون فعلا نشر الوعي والحقائق وإذاعة الحقائق، وأن احنا فقط مش نحط نغطي، نشيل الغطاء عن الحقيقة، نشيل الغطاء عن ما يجري وعن حقيقة ما يجري. احنا لا نمارس الإعلان الكلاسيكي إن إحنا جايين وصرح فلان وفلان، وإنما علينا أن نغوص في ما وراء الأخبار، في ما وراء الأحداث، في هذه الكواليس التي ربما تلتقط منها إشارة أو إيماءة بتنير لنا طريقا في البحث وفي التقدير. هذا كان الشق الأكبر والأهم، مكافحة الإرهاب، مقاومة الإرهاب وحقوق الإنسان، وهذا الملف الشائك، ملف حقوق الإنسان الذي ظنه البعض ملتهبا وظنه البعض حزام ناري يخشى الرئيس أن يدخل فيه، اقتحم الرئيس طواعية وبنفسه وبحديثه وبكلماته وبمفرداته هذا الإطار، وأخرج كل الإجابات التي يريد أن يستمع إليها العالم. إحنا ما عندناش في مصر حاجة نخبيها، اللي عايز يعرف حقيقة ما يجري في مصر لا يستمع من محطات ووسائل ووسائط إعلامية
مؤجرة أو مأجورة، عليه أن يأتي إلى المكان اللي هو بيستمع. الرئيس كان بيقول استمعوا مني، اسمعوا منا كمصريين ولا تسمعوا عنا كمصريين، نحن نصنع الحدث، نحن نصنع الحقيقة، نحن نبني وطن، نحن نبني دولة، ولا نقبل ولا نقبل أي وصاية من أي دولة مهما كانت. كان هذا شق من الملفات المهمة للغاية في الحوار الذي جرى اليوم والمباحثات التي جرت اليوم. وبالمناسبة مباحثات كانت ودية بشكل حقيقي، كانت استثنائية بشكل حقيقي، كانت المباحثات اليوم بيغلب عليها الطابع الودي رغم برودة الجو. إن حرارة اللقاء كانت بادية وكانت واضحة، وكان حالة من حالات ربما الاتفاق والتوائم والوئام في كل الملفات. أيضا الملف الاقتصادي كان له الأولوية ربما في الجانب المصري. تم توقيع اتفاقات بما يصل إلى 400 مليون يورو، وهذه الاتفاقيات اتفاقيات في حيز التنفيذ، ليست مذكرات تفاهم وإنما اتفاقيات حقيقية تصل إلى 17 اتفاقية. هذه الاتفاقيات بتنقسم إلى جانب الموازنة والجانب المالي اللي هو يخص وزير المالية، بتمثل الرعاية الاجتماعية أو مساعدة الفقراء فيما يخص الآثار الجانبية للإصلاح الاقتصادي. اثنين، دعم الموازنة العامة للدولة المصرية، وده كان نقطتين في غاية الأهمية وكان موجود فيهم وزير المالية بيتحدث بشكل دقيق على دعم الموازنة المصرية. أيضا هناك حزمة من الاتفاقات بتخص السكة الحديد والمترو والنقل الجماعي، وده كان اختصاص وزير النقل كان موجود النهاردة في اللقاء أيضا. والاتفاقات الأخرى كانت اتفاقات تجارية واستثمارية، وكان بيمثلها سيد وزير الصناعة والتجارة. لكن هناك نظرة فرنسية للإصلاح الاقتصادي في مصر، تعالوا نشوف الرئيس الفرنسي قال عليها. كذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لابد من ضمان التنمية الاقتصادية، وفرنسا مصممة على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أرسته الحكومة المصرية وشرعت به قبل سنتين. وفي هذا المجال فرنسا تقف إلى جانب مصر من أجل النهوض بالتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وهذا الدعم يتجسد في عمل الوكالة الفرنسية للتنمية AFD والتي تعمل على تطوير مشاريع صاحبة الأولوية بالنسبة للسلطات المصرية، منها الطاقة والضمان الاجتماعي. وكان حصاد عمل الوكالة الفرنسية الإنمائية إيجابي جدا، ومثل أكثر من ملياري يورو في مصر، وسوف تواصل هذه الوكالة عملها وسوف نتابعه عن كثب. إلا أننا نرغب في توسيع هذه الجهود، وسوف نواصل في دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية بين بلدينا. ويسرنا أن نرى أن حجم التبادلات الاقتصادية قد ازداد على مدار السنة الماضية، وفرنسا من شأنها أن توفر مساعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، لا سيما في النقل، السكك الحديدية والطاقات المتجددة. الملف الاقتصادي ملف كان واضح، أولويات اقتصادية، أولويات تنموية، أولويات استثمارية. المجموعة اللي كانت مرافقة للرئيس من المجموعة الوزارية، وزير النقل، وزير التجارة والصناعة، وزير المالية، وزير الخارجية بالطبع، كان زيارة يعني من حتى التمثيل الحكومي بتبدو أنها زيارة اقتصادية أو زيارة استثمارية وتنموية. لكن الشق العسكري والشق الاستراتيجي والشق الأمني والشق الاستشرافي وشق بناء المستقبل كان يعني حديث الرئيسين. الرئيس السيسي وضع يده في يد الرئيس الفرنسي لأنه استشعر صدق الوعي والرؤية لأهم الملفات، سواء الملفات الأمنية أو الاستراتيجية. لكن بيعلم الرئيس أنه اليد مغلولة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، والدولة بتقوم بأكبر وأضخم وأصدق وأهم وأخطر عملية إصلاح اقتصادي في تاريخ مصر.
عملية معقدة وعملية بتمثل وكأنها عملية قلب مفتوح، عملية بتر أطراف فاسدة، عملية متزامنة مع حرب على الإرهاب، مع حرب على الفساد، مع مقاومة لأفكار شاذة وأفكار متطرفة. في كل الأحوال كان هناك تقدير فرنسي رئاسي للظروف الاقتصادية الصعبة الموجودة في مصر، لكن أبدا والرئيس وضع إطار محدد للتعاون مع الدول الأخرى أننا لا نقبل ولا يقبل الآخرون أننا نمد أيدينا فقط لنطلب المساعدات. علينا أن نكون شركاء، علينا أن تكون المنافع متبادلة والمصالح مشتركة. هذا هو الإطار الذي يتحرك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدول سواء الدول الأوروبية أو حتى الدول العربية لن تقبل إلا هذا، ونحن لا نقبل على أنفسنا إلا أن نكون شركاء، شركاء في التنمية، شركاء في الاستثمار. هناك لدينا مؤتمرات خلال الفترة القادمة، مؤتمر شباب منتدى شباب العالم في يوم 14 نوفمبر القادم، في نهاية شهر ديسمبر سيكون هناك مؤتمر استثماري كبير في شرم الشيخ. مصر بتفتح ذراعيها، والأرقام المتداولة والأرقام التي تم إذاعتها خلال الفترة الماضية تتحدث عن إيرادات سياحية متزايدة، تتحدث عن معدل تنمية وصل ل5%. كل هذه الأرقام والمؤشرات أمام متخذ القرار الفرنسي، وهو يتخذ قرارا بضرورة مساندة ومساعدة مصر من الناحية الاقتصادية، لا لشيء إلا لأنها بتخوض حرب ضد الإرهاب من ناحية، اثنين بتسير في مسيرة ومسار إصلاح اقتصادي حقيقي غير مسبوق. يبقى لما احنا نكون صادقين وفاهمين وواعيين ومنتبهين لما يجري، أعتقد أنه العالم بيتفهم وبيفهم وبيساند وبيساعد في نفس الوقت. إذن هذه الزيارة حتى الآن، يعني النهاردة اليوم الثاني لهذه الزيارة، وفي تقديري المتواضع وأتمنى أن لا أكون مخطئ، الزيارة حققت المطلوب منها بنسبة 100%. هذه الزيارة حققت الكثير من الإنجازات، إنجاز التعبير أو التفاهمات المباشرة والعمل المشترك المباشر غير المسبوق. لأنه الرئيس عندما التقى بالأمس ليلة أمس مع وزيرة الجيوش الفرنسية، تم تعديل اسم وزارة الدفاع الفرنسية إلى وزيرة الجيوش الفرنسية، وزارة الدفاع أصبحت وزارة الجيوش. ألا تشاركونني في أن هذا الاسم وهذا التغيير ربما يصب في اتجاه رأيته وعبرت عنه في البداية بأنني أشتم رائحة وكأنها نابليونية جديدة؟ يعني كلمة وزارة الجيوش الفرنسية وكأننا نبحث عن إمبراطورية فرنسية، كان أبحث عن مجد زائل. أنا أذكر الفرنسيين، أذكر الرئيس ماكرون، وأدعو الجميع أن يقرأ التاريخ، إنه نابليون الثالث، وأنا أعيد هذه العبارة في أكثر من مناسبة، نابليون الثالث هذا الزعيم الفرنسي الأشهر كان في حصار قد حدث للأسطول الفرنسي سنة 1864 فين؟ في خليج المكسيك، وكانت هناك صرخة ونجدة فرنسية من نابليون الثالث إلى خديوي ومصر، أنقذونا بالأسطول المصري. تحرك الأسطول المصري من شاطئ المتوسط، شاطئ مدينة الإسكندرية، إلى خليج المكسيك لنجدة الأسطول الفرنسي. لدينا كما قال الرئيس السيسي اليوم علاقات تاريخية ثابتة ومؤثرة في الإقليم. فبالتالي اليوم مصر جاءت إلى فرنسا بتمد يد العون والتعاون، العون من عينهم في مكافحة الإرهاب ومنع الهجرة من القارة الإفريقية وليبيا الدولة المهترئة، الدولة التي أصبحت شبه دولة، إلى القارة الأوروبية. هذا عون مصري، وأيضا نطلب منهم العون الاقتصادي، ونطلب منهم العمل والقياس والوزن بكيل واحد لا بكيلين أو أكثر من مكيال. قلنا بأن لدينا إرهاب نواجهه، اتفقوا معنا على معنى الإرهاب، اتفق الفرنسيون كما اتفق من قبل الروس، لكن ما تواجهه مصر من ممارسات غير مفهومة من دولة زي بريطانيا في مجال السياحة والطيران الإنجليزي، دولة زي ألمانيا التي ألغت خلال الفترة الماضية أكثر من اتفاقية لتبادل الخبرات الأمنية، هذا بيدعو إلى الشك، بيدعو إلى صدق النوايا والبحث في صدق النوايا. هذا ما تبادر وتواتر إلينا من معلومات فيما يخص لندن، فيما يخص في برلين، إلا أنه هنا في باريس الوضع يعني اتضح وبدأ مختلفا بشكل جذري.
بدا مختلفا، أن هناك معركة واحدة وهناك توجهات واحدة وهناك أمال وطموحات واحدة بتجمع الجانبين الفرنسي والمصري. وأنا أتصور أنه الصدق الفرنسي اللي بدأ النهاردة في كلام الرئيس الفرنسي ماكرون والوضوح والصرامة المصرية التي بدت على الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أيضا، وهو يجيب ويجيب بنفسه قبل أن يسأل بشكل واضح، أنا أعتقد أنه زي ما قلت في البداية أنه بيؤسس لمرحلة جديدة علينا أن نكمل وعلينا أن نتابع وعلينا أن نكون في حالة يقظة وعي. تعالوا نشوفوا ماذا قيل اليوم في هذا الإطار من هذا الحوار والمؤتمر الصحفي الأهم والأخطر، خاصة فيما يخص القضيتين الأخطر في المنطقة ليبيا وسوريا. بالنسبة لليبيا عدت وكررت رغبتي في مواصلة ومتابعة عمل المبعوث الأممي غسان سلامة وخارطة الطريق المرتقبة والتي من شأنها أن تسمح بتنظيم انتخابات ويتمخض عنها استقرار أمني وسياسي في ليبيا. كلانا يرغب في دعم هذه العملية وكلانا يعي ضرورة متابعة ظواهر الهجرة في مختلف أرجاء المنطقة، ولهذا السبب اتخذنا إجراءات في هذا الصدد في شهر آب الماضي، وكل من فرنسا ومصر سوف تتعاونان بشكل وثيق من أجل تحاشي أي تنقل للمقاتلين الإرهابيين في إطار مواجهات الهجرة. وكذلك بالنسبة للملف السوري فإننا سوف نعمل بالشراكة الوثيقة ونهدف إلى ضمان الاستقرار والاستقلالية وضمان عودة السلام إلى سوريا. وتناولنا أيضا تطورات الأوضاع في ليبيا والتي يمثل تحقيق الاستقرار والأمن بها أهمية خاصة لكلتا الدولتين في ظل تأثيره المباشر على الأمن القومي المصري والفرنسي ومنطقة البحر المتوسط. كما تناولنا الجهود المصرية الناجحة في تحقيق المصالحة الفلسطينية وأهمية استعادة الزخم لاستئناف عملية السلام، وكذا تطورات الأوضاع في سوريا والعراق ومنطقة الساحل والصحراء بالقارة الإفريقية، وتبادلنا الرؤى حول سبل المعالجة الشاملة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي عقب توقيع وثيقة أولويات المشاركة لتعزيز التعاون بين الجانبين في يوليو الماضي. لم تكن زيارة بروتوكولية ولم تكن زيارة عابرة ولم تكن زيارة كسابقتها من زيارات، إنما كانت زيارة مفصلية في تقديري، زيارة مختلفة، زيارة سوف يترتب عليها الكثير من النتائج خلال المرحلة القادمة. لكن قبل أن أترككم مع يعني حوار أجريته بالأمس مع القنصل العام لمصر في باريس سيدة سيريناد جميل، وهي تتحدث عن الجالية المصرية هنا في فرنسا وهذه المساهمات المصرية في الحياة الفرنسية، ممارسات ومساهمات ثقافية وفنية وفكرية وعلمية بشكل يدعو إلى التفاؤل ويدعو إلى الأمل، لكن جسور التواصل بين القاهرة وباريس بتحتاج إلى ترميم، بتحتاج إلى عمل على المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى الشعبي على المستوى الفني على المستوى الثقافي وخاصة المستوى الإعلامي. الحلقة المفقودة في التواصل مع الإعلام الفرنسي وقفة بتحتاج منا إلى عمل. أنا هأترككم في الحوار السريع اللي أجريته مع القنصل العام لمصر في باريس سيريناد جميل، وألقاكم إن شاء الله غدا في رسائل جديدة في تغطية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس. دمتم في أمان الله. سيريناد جميل قنصل عام مصر في باريس، أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بكل الوفد وبسيادة الرئيس في باريس. في زيارة الرئيس الآن وإحنا أمام مقر إقامة الرئيس في باريس، الوفد في حالة حركة مستمرة وحركة دائبة، لكن هناك جالية مصرية موجودة الآن في فرنسا وفي باريس، وأنت تقريبا بشكل أو بآخر مسؤولة عن هذه الجالية. أهم التحديات اللي تواجه الجالية وأهم الظروف اللي ممكن الجالية المصرية تبدع فيها أكثر من الظروف الحالية،
هو طبعا الجالية المصرية في باريس ازداد عددها في السنوات العشر سنين الاخرانيين ازداد بشكل يعني كبير، فبقى فيها حوالي دلوقتي احنا بنتكلم في اعداد من 350 ل 400 الف مصري في باريس. وفي فرنسا قد ايه؟ في فرنسا كلها هي يعني تمركز الجالية المصرية بيبقى في باريس وضواحيها، فهو العدد الكبير هنا جنوب فرنسا يعني في برضو أعداد حوالي 10-20 ألف، لكن يعني التمركز الرئيسي بيبقى دايما في العاصمة لأن هي اللي بيبقى فيها الدراسة وهي اللي بيبقى فيها مجال العمل أوسع وهكذا. الحقيقة احنا الجالية متفاوتة في يعني عندنا في كافة المجالات، سواء العمال عمال ماهرين جدا، العمالة المصرية من العمالة المقدرة جدا في فرنسا، فعندنا عدد كبير من الجالية من فئة العمال، وعندنا طبعا برضو مصدرين الفواكه والخضار برضو متمركزين هنا من فترات طويلة، وعندنا طبعا جالية برضو من الدارسين في فرنسا والذين درسوا من أيام الستينات وتوارثت الأجيال اللي بعدهم الإقامة في باريس، وطبعا عندنا دكاترة مصريين كتير، عندنا هي متنوعة ومختلفة. هل عندنا من يمكن تسميتهم بالعلماء أو المفكرين أو المثقفين أو الباحثين؟ يعني هل في مصريين بيثروا الحياة الفرنسية؟ هو الحقيقة عندنا طبعا، لكن مش بنفس الصورة اللي كانت من 20 سنة، لأنه من 20 سنة كانوا بيجوا فنانين كتير، كانت هي دي الواجهة للمصريين اللي بيعشقوا الفنون أو مهتمين بالثقافة، لكن دلوقتي بقى في جيل جديد. يعني عندنا مغنية أوبرا أميرة سليم درست هنا، عندنا مغني أوبرا آخر رجاء الدين شاب ما شاء الله راخر، حاجة يعني الانسان يفخر بيها لانه بيغني في دول اوروبيه كتير. اميره سليم مغنيه اوبرا مصريه مشهوره هنا وليها ريبرتوار مهم جدا. ففي برضو عندنا طبعا البيانيست الرائع رمزي يسا، وطبعا نفخر بيه كلنا بكل ما هو يمثله من فن وثقافه رفيعه بالنسبه ان هو مصري عايش في فرنسا. عندنا فنانين كتير، كان عندنا الفنان جورج البهجوري بس هو رجع مصر وهيعملوا له متحف في مصر. جورج البهجوري ده على سبيل الفن، على سبيل العلم والعلوم والبحوث. على سبيل العلم احنا يجب ان احنا نفتخر شديد الفخر بانه هناك جالية مصرية انجبت علماء يعني من الجيل الثاني والثالث. زي مين يا فندم؟ يعني عندنا في انا يعني بعتبره ان هو عبقري، وهو فعلا عبقري مش انا بس اللي بعتبره بكده، ولد ابن اب هنا، اب في كنيسه قبطيه هنا، هذا الابن عبقري في مجال الرياضه الرياضيات يعني متخصص في شيء دقيق جدا في الفيزياء والرياضيات، وتتهافت عليه الشركات عالية المستوى في التقنية. فطبعا وفي غيره ما شاء الله، يعني الجيل الثاني والثالث في النوابغ وحاجة مشرفة لمصر، وفي نفس الوقت يعني عندنا الأسقف العام الأوفاد وقداسة البابا بيعتني بهؤلاء ان هو يعني بنعمل نوع من الربط ما بينهم وما بين الوطن الام، والاباء الحقيقه بيهتموا ان هم يعلموهم العربي، وبنعمل مركز لتعليم اللغه العربيه علشان الجيل ده لا ينفصل على مصر، ويعني كلها مجهودات ذاتيه. لكن كنا برضو يعني ما عندناش للاسف مندوب من الازهر، وهنا ينقصنا ده لان لا معلش ما فيش مندوب من الازهر في باريس؟
للأسف ما عندناش، وده طبعا مهم لأنه في هنا جالية مصرية كبيرة مسلمة، زائد إن في فرنسا فيها أكبر جالية مسلمة في أوروبا، فطبعا ده مهم، اللي هو يعني فرنسا بتعول كثير على دور الأزهر في نشر الإسلام المعتدل والإسلام الصحيح. لكنه الأزهر مرة أخرى ملوش تواجد دائم وممثل دائم في باريس، في هذه المدينة التي تحتضن أكبر جالية إسلامية في أوروبا. للأسف ما فيش، لكن نتمنى أنه ده يكون يحدث في القريب العاجل، لأنه في مشكلة اللغة، فاللغة الفرنسية الشيوخ اللي هم من دول المغرب العربي، الدول الشقيقة الجزائر والمغرب وتونس، هم اللي بيبقى يعني ليهم شيوخ، هم بيتواصلوا مع الجاليات هنا باللغة الفرنسية، لكن احنا مش عندنا كانت الامكانية دي، لكن انا عارفة ان في برنامج اعداد للغة الفرنسية للأئمة، وده فرنسا يعني بتعاول كثير على دور الازهر ومهتمة كثيرا بدور الازهر وتنميته. سيد سفير، انت شايفين الجالية المصرية والمصريين اللي في فرنسا، شايفين مصر ازاي دلوقتي؟ شايفين مصر بانهي اعين دلوقتي؟ في عين خائفة على مصر، ولا متفائلة بمصر، ولا متفاعلة مع مصر؟ بص حضرتك، يعني أنا انبهرت من إحنا كنا بنعمل رحلة للشباب تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية ومن كل الشباب في الخارج، والشباب لما رجع من الرحلة كل مرة بلتقي بيهم قبل ما بيروحوا وبعد ما بيرجعوا، الشباب كان مبهور، يعني من قناة السويس الجديدة، مبهور من المشاريع الضخمة اللي بتحصل في مصر، يعني تنمية لا يمكن يتخيل. يعني إذن حالة من التفاؤل بتسود الجالية المصرية في فرنسا. تفاؤل وفخر، يعني فخر بسيد الرئيس، فخر بكل اللي بيتم في مصر، وانبهار وزهو بالرئيس. حلو حلو، تفاؤل وفخر وزهو بسيد الرئيس وهذه الابتسامة. أنا بشكرك جدا سيد سفيرة سيرينات جميل، قنصل عام مصر في باريس، شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك.